مبروك علينا يا لبنانيين 6 وزيرات بالحكومة الجديدة الكيوتي. بده مدرسة ب6 صفوف وكل صف 6 معلمات مشان التلاميذ تفهم. وات از ذات مين انه يكون عندنا 6 وزيرات بالحكومة؟ هيدا بحد ذاته حياخذنا على مرحلة جديدة يا البلد. خيو هالحكومة انه صومتنا وفترتنا على بصلة، لحما بعيونهم يبعثوا لنا انسة، الانسة بترغب بالعلم مشان الطفل يفهم، الاستاذ ما بيرغب بالعلم. مزبوط كلامك، اي والله مزبوط والحشا. والايام المقبلة ستظهر مدى نجاحهن وتفوقهن المفترض في وزارات كان اغلبها حكرا على الرجال. بما انه اللي جاي على الضيعة انسة، بكرة بتعملكم دورة محو امية. انسة؟ اي ما ببصر. ما بيضل رجال بعقله اذا اجت انسه على هالضيعه. ولا بدك تبصمي واجرك فوق راسك والا والحشا والحشا برمي عليك يمين الطلاق، فهمانه؟ والحشا شكله بخواف بس ماشي منعبي فيها صفحة. والله البت ابو محمود ما بتتفوت حياتي انت يا لطيف. شو اكابر حياتي انت مال أدب جاه جمال من جميعه ولك كاملة مكملة خلاص نحشره معهم بهالدفتر ولك شو بده يوسع الدفتر تيوسع يلا إذا الحكومة سامحت لنا منقول لا للحكومة. من يوم رايح كل وزيرة بتاخد الفلبينية تعيط على الوزارة، مثلا وزيرة الدفاع بتقول انت اول شيء روحي مسحي مكتب وزارة هنيك، ازعي اصطفي دبابة منيح بالديدال، بترجعي بتجدي M16 بكلوروكس مشان ريحة نظيفة، بدي اياها عم تلمع لمعة يعني. لو ما هجح الصوت بكالوريا يمكن كان صار وزير شو بعرفنا. ولا عمي الله يبارك له بالوزارة. انا بعيونك ضحكتني بنص الحزن. تعال دايما شابينا بخطوة.